عربيا، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إصابة مواطن واحد على الأقل بالرصاص في قدمه شمالي قطاع غزة. هذا بينما رصد الهلال الأحمر 13 حالة اختناق بالغاز في مدينة قلقيلية. وخلال تشييع جثماني الشهيدين اللذين سقطا أمس برصاص الاحتلال في غزة ونابلس، قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الشبان في بيت لحم والقدس المحتلة، كما أصابت مراسل تلفزيوني في اشتباكات بمدينة الخليل، وقامت بالاعتداء على مسيرة لنصرة الأقصى في مدينة رام الله. هذا فيما تم تناقل أنباء عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال بعد انفجار قنبلة مسيلة للدموع بقضاء نابلس. جمعة جديدة خرج فيها الفلسطينيون لمواصلة التنديد بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. سكان نابلس استهلوا مسيرة هذه الجمعة بتشييع جثمان الشهيد علي قينو الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على قرية عراق بورين جنوبي المدينة. المسيرات لم تقتصر على نابلس بل امتدت إلى البيرة والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة. وفي غزة التي شيعت الشهيد أمير أبو مساعد، خرج الشبان للاشتباك مع جنود الاحتلال. الرصاص المطاطي وقنابل الغاز كان كالعادة وسيلة قوات الاحتلال لقمع المسيرات في مختلف المناطق، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أوقعت عددا من المصابين. وخلال المواجهات اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بينهم عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح.